او ما كانش عندنا عليها اجابات. تعتقد على ان الدول كيفاش غنشوف تيبي منها اللي غتقد الان ما يسمى ممكن مشروع ديال الكتله التاريخيه، وانا تعمدت نطرح السؤال على الفاعلين السياسيين بشكل مباشر، وكانت اجابه ضمنيه على انه هناك طريق، هناك الان هما سائرون في اتجاه احياء الكتله التاريخيه، وهذا هو الهدف من الدول كيفاش غنشوف تيبي. كما قلت في ورقه التقديميه ديالي قبل الدواء على ان بدو الدوليه كانت جمعت قوتين من المعارضه والقوتين الاغلبيه، فالمستقبل هذا ماشي النهايه، بالعكس فهو من سلسله ديال ندوات مقبله اخرى ممكن نفتحوا على تيارات سياسيه اخرى وقوى سياسيه اخرى حالتي لما توضحت لنا التحالفات المزمع المهم للقيام بها. الان شفنا على ان هناك تحركات من اجل اعاده احياء الكتله الديمقراطيه او الكتله التاريخيه، مستقبلا ان شاء الله ممكن على اننا نفتح على قوى سياسيه اخرى، خصوصا ان هناك تحالفات اخرى الان في الطريق الى التشكيل ديالها، تتروج بعض الاخبار. حنا ان شاء الله في القريب العاجل ان شاء الله في 3 أشهر المقبله غادي نستدعوا بعض الفاعلين السياسيين بشكل مباشر كما درنا اليوم، ونحاولوا نتناقشوا معهم بشكل مباشر مع وسائل الاعلام ومع الراي العام، ونعرفوا طبيعه التشكيلات الحزبيه الممكن للمجمع الشروع تنفيذها مستقبلا. هذا هو الهدف ديالنا. الان توضحت لنا الصوره بالنسبه للاحزاب الديمقراطيه، ممكن على ان لا توضحت الصوره في بعض الاحزاب، ممكن نصادفوا حتى هما في الدول المقبله وان شاء الله نفتحوا النقاش العمومي معهم. كنهنئوك على نجاح الندوه. دابا نسولك كاخير شيء اخير، واش الندوه اجابت على الشغف، على اجابت على التساؤلات اللي كانت كتشغل البال ديالكم والبال ديال المجتمع المدني وديال الصحافه وديال الراي العام؟ اعتقد ان السؤال هو موجه لكم انتم كاعلاميين وموجه للمتتبعين اللي تبعوا الندوه. حنا قمنا بالمجهود ديالنا، حاولنا قدر الامكان على اننا نطرحوا كاع الاسئله المطروحه، تتمنى على اننا نكونوا توفقنا، ولكن الجواب تيبقى عندكم انتم اللي غادي